تمرين آخر نطور المعادلات شوي. عندي أربعة مضروبة بقوس كامل يحوي سين ناقص تنين والناتج طلع معنا 24. طيب كيف بدنا نحلها؟ نضرب الأربعة بالسين ونضرب الأربعة بسالب تنين، مباشرة بوزع الضرب. هاي أحد طرق الحل اللي هي 4 سين ناقص 8 تساوي 24. معادلة بسيطة جدا لحتى نحلها. أول شيء بتخلص من العدد المطروح أو المجموع، بعدين من المضروب أو المقسوم. بتخلص من السالب 8 بنقلها للطرف الثاني، بصير عندي موجب 8 موجب 8 للطرفين بيروحوا مع بعض، بصفي عندي 4 سين بالطرف الأيمن تساوي 24 زائد 8 32. الآن بدي أتخلص من الأربعة، بقسم على أربعة على أربعة للطرفين، بطلع عندي سين تساوي 32 على أربعة بطلع 8. إذن قيمة سين تساوي 8. في طريقة ثانية للحل؟ نعم في طريقة ثانية. نجرب الطريقة الثانية، نمسح الطريقة الأولى. طبعا بحل المعادلات يعني قد يعني توجد أكثر من طريقة لحل مسألة واحدة. أخذ طريقة ثانية، فرض ما بدي أوزع الأربعة، شو بعمل؟ بقدر أتخلص من الأربعة من بداية السؤال، فبحكي بقسم جميع الأطراف على أربعة، الطرف الأول بقسمه على أربعة وهون بقسم على أربعة، الأربعة مع أربعة بختصرهم مع بعض، بضل عندي بالطرف الأيمن سين ناقص اثنين تساوي 24 تقسيم 4 6، سين ناقص 2 تساوي 6. كيف بدي أحلها؟ بدي أتخلص من التنين أو أنقل التنين، موجب تنين موجب تنين للطرفين، بتصفي عندي سين تساوي 8. نفس الحل ولكن بطريقة مختلفة. طيب رقم 2، أول شيء رح نتخلص من 12، نحكي زائد 12 زائد 12، بصفي سين ناقص 1 على 5 تساوي 13. هاي المعادلة عشان أحلها بدنا نتخلص من الخمسة اللي بالمقام، فبنحكي بنضرب جميع الحد الأول بخمسة أو الطرف الأول بخمسة والطرف الثاني بخمسة، 5 × 5 نختصرهم مع بعض، بضل في عندي سين ناقص 1 تساوي 13 ضرب 5، 3 ضرب 5 15، 1 ضرب 5 5 1 6، إذا 65. صفة في 1 لسه موجودة على الطرف الثاني، إحنا بدنا سين لحالها، بدنا نطلع قيمة سين فلازم تكون لحالها، فبحكي زائد 1 زائد 1 بتروح، صفي عندي سين تساوي 65 زائد 1 66، إذا قيمة سين 66. بإمكاننا نتحقق من الحل بتعويض قيمة سين بالسؤال، لازم يطلع عند الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. تمرين رقم 4، إذا طرح ممكن تجينا السؤال معادلة كلامية ونحول المعادلة الكلامية إلى معادلة رياضية. إذا طرح العدد 4 من 3 أمثال عدد ما أصبح الناتج 17. طيب 3 أمثال عدد ما، عدد ما هذا مجهول، فبقدر أفرض سين صاد عشان أقدر أكتب المعادلة. طرح العدد 4 من 3 أمثال عدد، يعني عندي 3 أمثال عدد يعني 3 سين، طرح منه كم؟ 4، كان الناتج 17. بسألني ما هو العدد، يعني بسألني ما هو قيمة سين، يعني بدي يعني باختصار أحل المسألة أوجد قيمة سين، بحكي هون زائد 4 زائد 4 للطرفين بيروح سالب 4 مع زائد 4، بضل في عنا 3 سين تساوي 17 زائد 4 طلع عندي 21. كيف بدي أحل هاي المسألة؟ مسألة بسيطة ومعادلة بسيطة جدا، بقسم على 3 بصفي عندي سين تساوي 21 على 3 7. إذن العدد اللي ثلث أمثاله نطرح منه 4 بعطيني 17 هو 7. طيب نأخذ مثال آخر، ثلث أمثال عمر سلمى
يزيد بمقدار 5 عن مثلي عمر فرح. إذا علمت أن عمر فرح 10 سنوات فما عمر سلمى؟ طيب هلا خلينا نكتب كلاميا قبل ما نحوله إلى معادلة. هلا ثلاث أمثال عمر سلمى، عمر سلمى أصلا مجهول، سين يزيد بمقدار 5 عن مثلي عمر فرح، يعني الفرق بين ثلاث أمثال عمر سلمى ومثلي عمر فرح هو 5 سنوات. يعني نحكي مثلا مجازا ثلاث أمثال عمر سلمى ناقص مثلي عمر فرح كم؟ 5، لأن واحد بيزيد عن الثاني بمقدار 5، فإذا طرحتهم بطلع الناتج 5. عمر سلمى مجهول فبحكي 3 مكان عمر سلمى شو بحط؟ سين ناقص 2 في عمر فرح، أعطاني السؤال عمر فرح كم؟ 10، إذا 10 سنوات يساوي 5. طيب 3 ضرب سين يعني 3 سين ناقص 2 ضرب 10 يعني 20 يساوي 5. إذن هاي هي المعادلة، منحلها منطلع قيمة سين، فبطلع معي قيمة سين اللي هي تمثل بالنسبة لنا عمر سلمى. فبحكي زائد 20 زائد 20 للطرفين بتروح، صفي عندي 3 سين تساوي 25. ايش بدنا نعمل؟ نقسم على 3 نقسم على 3 بتروح، بطلع عندي سين تساوي 25 على 3، لأن هذا هو عمر سلمى. طبعا بنحط الوحدة هي سنة.